السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. طال انتظار اليمنيين المغتربين في السعوديه لتحركات حكومتهم تجاه معاناتهم، لكن نتائج هذا الانتظار لم تاتي على قدر التطلعات. بعد اعلان لجنه خاصه لمتابعه شؤون المغتربين والتي مثلت خيط امل اخير لهم يتمسكون به للبقاء في غربتهم، على أن تقدم لهم هذه اللجنة بعض الحلول ولو البسيطة. شهر ونصف تقريبا مر على تشكيل هذه اللجنة، لكنها لم تقدم أي حلول حتى الآن، بل وبعد شهر من تشكيلها أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي فشلها بشكل غير مباشر، وذلك بإعلانه قرارا بالإعفاء الجمركي للمغتربين اليمنيين العائدين من المملكة، وكأن الحكومة تقول لن نستطيع تقديم أي شيء لكم غير تسهيل رجوعكم إلى بلادكم. مؤخرا أعلنت الحملة الخاصة بضبط المخالفين في السعودية ضبط قرابة 750 ألف مخالف في جميع أنحاء المملكة، 62% منهم يحملون الجنسية اليمنية، أي ما يقارب 400 ألف مغترب. أما الذين تم ترحيلهم فعلا فقد تجاوز 40 ألف مغترب حسب مسؤول في الحكومة اليمنية. عن آخر المستجدات في قضايا المغتربين اليمنيين في السعودية سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن مشاهدينا قبل أن نستقبل اتصالاتكم والمشاركات في هذا الموضوع نشاهد التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. تمخض الجبل فولد فأرا، ينطبق هذا المثل العربي على قرار الرئيس هادي بخصوص الإعفاء الجمركي للمغتربين اليمنيين العائدين من السعودية، إذ لم يكن القرار على قدر تطلعات المغتربين الذين طالتهم القرارات السعودية الأخيرة بخصوص رسوم الإقامات والعمل وسعودة المهن، الأمر الذي أثار موجة سخط كبيرة لدى اليمنيين، إذ رأوا أنه إعلان صريح عن عجز الحكومة في تقديم أي حلول لمعاناتهم. جاء القرار بعد شهر من إعلان الرئيس هادي تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شؤون المغتربين في السعودية، والتي كانت بالنسبة لهم شعرة الأمل الأخيرة التي انقطعت بصدور القرار، كون الإعفاء الجمركي مثل إعلانا لفشل اللجنة في إقناع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية من تقديم استثناء للمغترب اليمني. تحركات سريعة من الجانب السعودي لملاحقة ما يسمونهم بالمخالفين، فقد وصل عدد من تم ترحيلهم من اليمنيين حتى الآن 40 ألفا حسب مسؤول في الحكومة اليمنية، فيما أن العدد الحقيقي قد تجاوز ذلك بكثير. وبحسب المواقع الإخبارية السعودية فإن حملة ضبط المخالفين ألقت القبض على قرابة 700 ألف مغترب مخالف في كافة مناطق المملكة، وقالت الحملة إن 62% من هؤلاء يمنيون، أي أن أكثر من 400 ألف مغترب يمني في انتظار الترحيل. يقابل هذه التحركات السريعة من الجانب السعودي سكون تام من الجانب الحكومي اليمني، وما بين هذا وذاك يقف المغترب اليمني في السعودية وسط ارتباك الحاضر ومخاوف المستقبل. إذن مشاهدينا نبدأ باستقبال الاتصالات حول موضوع الحلقة. ينضم إلينا من متصل من السعودية أبو هاني، مرحبا بك أبو هاني. نناقش اليوم موضوع آخر المستجدات حول قضايا أو قضية المغتربين اليمنيين في المملكة، مشاركتك حول هذا الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. حقيقة قناة بلقيس تهتم بالمغترب المنسي من حكومته أكثر من اهتمام الحكومة، يعني دوركم هذا يساعد في يعني في وجودنا، انه احنا نعاني ولا احد يسال، مع انه المغترب كان كما تعلم يعني رافد قوي للميزانيه في اليمن منذ زمن. نعم. كل ما يحدث اليوم تشكيل لجنه او ما شابه ذلك يعني هو مجرد يعني أنت كيف تقيم تحركات الحكومة الشرعية وأيضا الرئيس هادي حيال قضية المغتربين؟ الرئيس هادي لا تنسى أنه الأمور الأبواب أمامه مقفلة، يعني الأبواب أمام الرئيس هادي مقفلة بالنسبة للمغتربين. كيف وهو
لحظة سيد أبو هاني، يعني كيف مقفلة وهو متواجد في المملكة وقريب من صناع القرار؟ وهذه هي المشكلة، إنه بجوار المكان، بجوار المكان هو، ولكنه لا يستطيع أن يعني يفعل أي شيء يعني، والحكومة نائمة على هذا الموضوع يعني. كان الأولى القرار الجمارك، ما الجمارك كان يأتي من الحكومة وليس من الرئيس يعني. الرئيس كان في الرياض، المفروض إنه تكون علاقاته على مستوى أعلى يعني، لا نعلم عنها يعني. طيب يعني أنت فيما يتعلق بقرار الإعفاء الجمركي، يعني هل تنظر إلى هذا القرار بأنه يمثل إنجازا للحكومة أم يعبر عن العجز؟ كيف تنظر لهذا القرار؟ هو ليس إنجاز، هذا أمر طبيعي. أي مواطن في أي بلد يتعرض لمثل هكذا، الدولة تفتح أبوابها وتشرع كل الأبواب لاستقبال هذا المغترب أو المواطن، الحق من حقوقه يعني. يعني ما هو شيء جديد منه يعني، ولا هو كرم، هذا حق مكتسب. نعم. للمواطن ان ياخذ حقه يعني. نعم. يعني ما سوى شيء جديد يعني، حتى انه عملوها ب 85، ومن هو يعني اللي حيستفيد، من الشخص اللي حيستفيد من هذا؟ حيستفيد المورد، حيستفيد التاجر، حيستفيد هذا. لكن يعني القرار كما يعني توضح انه يشمل جميع الفئات. لا، مش كل هذا الكلام، يقال انه فيها فئات معينه، مش كل الفئات يعني، ما في وضوح في الموضوع. نعم. لكن اللي يقصده انه التاجر هو اللي حيستفيد، اللي عنده حتى من الداخل الان بداوا يرسلوا لناس يستوردوا لهم اشياء، لكن المقيم العادي، الانسان العادي، لا يحصل على شيء. نعم. بيروح بخلاط ولا بيروح بروحه ولا بيروح بايش يعني، عشان يسمح له بجمرك يعني، لا شيء. نعم. طيب يعني أنت تحدثت أنه يعني قرار جيد، يعني أن الحكومة طرحت يعني موضوع فتح الجمارك يعني والإعفاء للعائدين إلى اليمن، لكن يعني في المقابل العودة إلى أرض الوطن في ظل هذه الأوضاع، يعني كيف ستكون أو كيف تقدر الحكومة هذا الأمر؟ الحكومة والمغترب، هذه معاناة فوق المعاناة يعني. الآن يعني هناك من يرغب بإضافة مخيمات فوق المخيمات. أنت تعرف أنت الآن المخيمات، المواطن في الداخل سيضاف إليه مخيم للمغترب من هنا أو من هنا أو من هنا يعني. يعني ما عملنا شيء يعني لهذا يعني. كان الأولى أنه يعملوا على إيجاد حلول ليبقى المغتربين على الأقل على أيام الحرب يعني، ثم بعدين يصير اللي يصير يعني. لكن حرب وعودة مغتربين وكارثة بعد كارثة وفوق كارثة، هذه مصيبة. نعم. تضاف إلى مصائب الوطن. طيب أبو هاني، إذا ما تحدثنا عنك شخصيا، يعني ما هي أبرز العوائق التي تواجهها كمغترب في المملكة؟ سيدي العزيز، المعاناة يعني طرقت كل الأبواب يعني، لا خلت كبير ولا صغير. الناس يشاهدوا محلاتهم أمامهم وهم جالسين على الأرصفة، المحلات مقفلة، التفتيش يعني. أحد الناس دفع غرامة في الصباح 20,000 ريال، وجاء في المساء عملوا له غرامة ثانية 20,000 ريال، بوجود شخص يعني يشتغل في مكان من الأماكن اللي فيها توطين. نعم. وإذا الناس يعني أصحاب المحلات، أول حتى اللي موظف عند سعودي ما يقدر يدخل للمحل، والمحل حق سعودي نفسه يعني، ما تقدر تدخل أنت، بيجوا بيغرموا السعودي 20,000 ريال. نعم. إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا أبو هاني حسان، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. متصل آخر من السعودية أيضا، عمار مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله أخي. أهلا عمار، يعني نتحدث اليوم عن قضية المغتربين وأيضا القرارات التي أثرت على وضعهم في المملكة العربية السعودية، يعني مشاركتك حول الموضوع. أهلا وسهلا، أولا أرحب بأخي شادي وطاقم قناة بلقيس. أهلا بك، وأشكرهم على الاهتمام بقضايا المغتربين. بخصوص وضع المغتربين أخي الكريم، لا يخفى على أحد اليوم ما تعرض له المغترب باعتباره الرافد الرئيس لعجلة اضطهاد الداخل في الوقت الحالي، ويعني المعاناة بسبب قرارات الأشقاء في المملكة العربية السعودية، قرارات الإصلاحات الاقتصادية اللي يعني تخصهم. نحن الآن نعاني على أساس أنه يعني إحلال عمالة بديلة، بدل أننا كموظفين يعني، أنا كموظف بملابس يعني نسائية الآن عاطل عن العمل،
بسبب القرارات الجديدة. وهذا أعتقد يعني الشعب اليمني الآن المغترب اليمني الكثير من المغتربين يشتغلوا في هذه القطاعات، والآن في قرارات جديدة بقيت القطاعات كالمستلزمات الرجالية والعطور الرجالية، وهذا برضه شامل هالقرار. نعم. بيكون هناك يعني أمام الحكومة مجموعة يعني كبيرة من البطالة اللي هم من الطبيعي أنه بالأخير يعني يرحلوا إلى الداخل. يعني طيب يعني هل قرار الترحيل هو حل يعني؟ وأيضا يعني إذا ما تحدثنا عن الحكومة، كيف تقيم دور الحكومة تجاه هذه القضية؟ والله بصراحة العبارة نحن يعني الحكومة لحد الآن أنا كمغترب لحد الآن لم ألمس شيء. أنا كمغترب يعني من الطبيعي يعني أسمي نفسي كالغريق، يعني من الطبيعي القشة تنفع معي، يعني الغريق يتشبث بقشة. القشة هذه الآن الحكومة ما طرحتها لنا، يعني ما وجدتش القشة هذه حتى الآن. بغض النظر نحن يعني كمواطنين بسطاء لا نتحدث عن ما لا ندري ما وراء الكواليس، لا نعلم ما هي الا يعني دهاليز السياسة. يعني هناك ربما تكون تواجه الحكومة صعوبة، لكن هذا لا يعنينا كمغترب. أنا أريد بدائل في كل نحن يا أخي الكريم يا أستاذ شادي. نعم. جيل اليوم نحن يعني جيل الجوجل ولا اليوتيوب، جيل مواقع التواصل الاجتماعي، نقرأ نسمع نشاهد. نعم. حجم التقدير والتضحية التي تقدمها الحكومات من أجل مواطنيها في الداخل ورعاياها في الخارج. بالضبط. وهذا ما نفتقره للأسف الشديد كمواطنين يمنيين في السابق والآن. يعني طيب يعني هناك ايضا قرار الاعفاء الجمركي سيد عمار، يعني برايك يعني هل هذا القرار يمثل انجازا للحكومه اليمنيه ام يعني يعبر عن العجز امام قضايا المغتربين اليمنيين في السعوديه؟ والله لا ارى الا عجز يا اخي، يعني بالله عليك انا اقول لك بغض النظر، نحكي عن السواد الاعظم من المغتربين، ايش يمتلك يا اخ شادي؟ يمتلك غساله، يمتلك يعني عصاره. انا شخصيا اغراضي الشخصيه الموجوده هنا لا يمكن تكاليف نقلها اكثر من الجمرك. يعني للاسف الشديد قرار باهت بعد تشكيل اللجنه اللي شكلها الاخ الرئيس، يعني دفعنا خير على اعتبار انه مثلا يعني متبررين. بعد كذا جاء قرار للأسف الشديد مفاجئ وباهت، يعني ما لا يرقى إلى يعني مستوى الظن اللي كنا نتوقعه بالحكومة. نعم. يعني إعفاء جمركي هذا بالنسبة لي أنا والسواد الأعظم من المغتربين لا يعني لهم شيء. الناس الآن يا أخي لماذا الآن بالله عليك صار اللي صار؟ الحين مفترض انه الحكومه على الاقل تشكل لجان تقدر لمشاعرنا يعني المرحلين، تشكل لجان يعني تناقش اوضاعهم مشاكلهم تمهيدا لحلها مستقبلا. ما يمنعش يا اخي ما يسدش الان على الحكومه اللي اليوم تتعامل بلغه مختلفه، لم يعد للشعب اليمني ما يخسره، عليها ان تتحدث بصوت مرتفع تسمع العالم معاناه شعبها التي يعني باتت لا تطاق والا من الجدوى من بقائها. أنا يعني أقدر يعني لا نريد من الحكومة عصا سحرية لحل مشاكل المغترب بشكل جذري، لكنها في المقابل يعني تتعامل بمبدأ اللي يده في الموية زي ما قال غير اللي يده في النار. المغترب اليمني الآن يعني أي مسؤول لو دخل يعني وزير المغتربين لقلب مغترب فقط يمني والله لا يقدم استقالته. الناس تعاني الآن تعاني بشكل يعني وصامتة وتتحمل مسؤوليتها بنفسها أيضا. يعني سيد عمار يعني نحن لو نظرنا لقرارات كهذه في بعض الدول، يعني هناك إذا مس يعني مغتربين لأي دولة في بلد آخر أي إجراءات تعسفية، هناك يعني فزعة من قبل الحكومة تقوم بتوفير بدائل، تقوم يعني الإجراء الجمركي دون أيضا حلول على أرض الواقع. يعني الناس الذين في الداخل يعانون، فما بالك بالعائدين؟ يعني هنا قضية أكبر. نعم أنا أتحدث إليك، أنا أقول لك أنه يعني الرافد الرئيس إذا ما حسبنا مليون يعني مغترب الآن يعول أكثر من 10 مليون معولين عنه في الداخل، والله أنه هذه كارثة. يعني تتخيل أنت أخي لو تتذكر بعام 90 اللي حصل من لما غادر المغتربين والدنيا كانت في ذلك الأيام بخير، يعني الآن الوضع والله كارثي في ظل يعني مثل ما قال تعسف الميليشيات في الداخل. بعض المرحلين يا أخي الكريم يعني يخرج ما عنده سكن، عنده بعض المرحلين عنده يعني أسرتين ثلاث والآن خارج ما عنده شيء، يعني هذا وين يروح يعني؟
نعم. يا أخي طيب، المفروض الحكومة الآن يعني تتعامل بمسؤولية وتدرك يعني. طيب عمار على الصعيد الشخصي، يعني أنت يعني ما هي المعاناة التي تلمسها كمغترب في المملكة؟ والله يا أخي الكريم، أنا الآن يعني عبارة عن عاطل عن العمل، لأنه خلص حلت بدالي الآن موظفة، المهنة حقي مثلا بايع ملابس، الآن على وشك يعني تنتهي إقامتي، بعد كذا يعني من الطبيعي أنه ما عندي عمل أصلا. نعم. ما عندي بدائل، من الطبيعي بالأخير أوصل لطريق مسدود غادر المملكة مثل ما قال طوعا، وإن كان ممكن ما أقدر أجدد حتى إقامتي. نعم. فالوضع هذا يعني أنت تحسبه بشكل عام وضع المغترب يعني بشكل عام بهذا المستوى. الآن أنا أقول أحكي لك عن قرارات جديدة، كل المهن هذه بتندرج ضمن يعني قرارات السعودة والتأنيث وما إلى ذلك. إذا هنا المواطن اليمني بيجد نفسه بدون وظيفة، ويجد نفسه بالمقابل بدون بدائل في الداخل. نعم. أنا أقصد إنه الحكومة إذا لم يعني إذا ما هي معفية في كل الأحوال، إذا لم تستطيع فعل شيء للمغترب هذا، بقى معها المغترب أصلا ولا إيش بقى معانا في الداخل؟ محاربين وسيطرة الحوثي، حكومة ما قدرش ترجع للداخل، مش قادر ترجع يعني للمناطق المحررة تدير شغلها، كيف يا أخي؟ يا أخي الكريم، أنا أقول إنه في دول أخرى يعني تستقبل الصين الحين في بشارات أو خبر أو تسريبات يقولوا إنه بيقدروا له ميناء عدن، هذا بيحل مشاكل. تجي اليابان تستثمر في المناطق المحررة على الأقل، يعني توفير أمن، الحكومة عليها توفر الأمن، لا تستثمر تستوعب البطالة هذول المرحلين. نعم. هذا كحل عملي يا أخي، تشكل لجان بدل ما تشكل لجان في الداخل، يعني على أساس تطمن المغترب إنه نحن نقدر معاناتك، يعني هذا أعطينا نبذة تفصيلية عن مشاكلك، لا وين رايح، لا وين يعني من وين جاي، وكيف وضعك، وش بيكون مآلاتك، يعني كل هذه المسائل. هو قد شكلت لجنة لكن للأسف لم يتغير شيء في الواقع سيد عمار. اللجنة يا أخي شادي، اللجنة شكلت هنا، أنا أقصد لك هناك في الاستقبال في اليمن، في اليمن مرحلين، ما حد يحمل. يا أخي أنا كمغترب بحاجة إلى يعني نوع من الطمأنينة. يا أخي تعال يا عمار المشولي، أنت إيش مشكلتك؟ مشكلتي واحد واثنين ثلاثة يا أخي عمار. الطمأنينة لم يجدوها الناس الذين في الداخل، فما بالك في العائد من الخارج. كان الله في عونكم، أشكرك جزيلا عمار المشولي، كنت معنا من السعودية. متصل آخر ماجد أيضا من السعودية. ماجد مرحبا بك، حياك الله. مرحبا وأهلا فيك أستاذي. أهلا بك ماجد. نتحدث اليوم عن يعني قضية المغتربين في المملكة ومسألة الترحيل ويعني القرارات الأخيرة التي أثرت على وضعهم في المملكة، مشاركتك حول الموضوع. يا حياك الله أستاذي، والله هذه المأساة اللي نمر فيها نحن كمغتربين، والذي سيمر فيها المواطنين، والذي سيلامسها المواطنين بشكل مباشر كما تحدثت في السابق، بما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر من ترحيل المغتربين. نعم. التي ستحدث بعد ذلك المجاعة التي لم تحدث بعد، على ما أعتقد الحكومة الشرعية لم تستوعب هذه الكارثة التي سوف تحدث، ولو كانت استوعبت هذه الكارثة لكانت عملت بشكل جدي، ولا كانت قامت بعملية تسويق أو طرح معاناتنا بشكل جدي لدى الأشقاء. نحن في حرب، والآن أصبحنا ما بين فكين، ما بين فك الانقلاب، مليشة الانقلابية، وما بين القرارات التي نواجهها حاليا. نعم. يا عزيزي، تحدثت من خلال الحلقة اللي حول القرارات التي واللجنة التي شكلت من قبل رئيس الجمهورية. نعم. يا عزيزي، نحن أتحدث بأن الحكومة، حكومة الشرعية والدبلوماسية بشكل خاص، فاشلة فشل ذريع بتسويق معاناتنا لدى الأشقاء بشكل خاص ولدى العالم بشكل عام. لكن يا ماجد يعني كيف حكمت عليها أنها فاشلة وقد شكلت لجنة ويعني عملت على قرار إعفاء العائدين من الجمارك؟ يا عزيزي، القرار هذا ليس لا يعنينا بشيء. ماذا يعنيك بالقرار بإعفاء جمركي؟ ماذا أمتلك أنا علشان يعفيني؟
أنا وغيري ما يقارب مليون إلى مليون ونص مغترب لا يمتلكون شيء، أشياء يسيرة يعني أدوات منزلية بسيطة لا يمكن أن يأخذها معه إلى اليمن. يعني القرار هذا بمجرد إنها رسالة واضحة، نحن فاشلون، لم نستطيع إبراز معاناتكم لدى الأشقاء واستثناءكم ولو لمدة بسيطة. نحن لم نتحدث بأن يستثنى المغترب اليمني بشكل عام، كنا نحن نطالب ونأمل كنا بأن يتم استثناءنا لمدة سنتين على أقل شيء حتى يتم دحر الميليشيات الانقلابية وتستمر وتبسط الشرعية سلطتها على المدن ويتم وبعد ذلك ما لا يوجد أي مشكلة بالترحيل أو أشكرك ماجد. أشكرك ماجد، وضحت فكرتك. متصل آخر سينضم إلينا من السعودية، جميل حسن. جميل مرحبا بك. جميل هل تسمعني؟ إذن يبدو أن الاتصال بجميل مفقود، لكن هناك بعض المشاركات وضعت على البث المباشر الخاص بالبرنامج. هنا فؤاد الشعلان يعني يكتب يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، ومن تآمروا على اليمن والمغتربين اللهم ورينا فيهم عجائب قدرتك. أيضا هنا مشاركة أخرى لراجح حسن المجردي، راجح يقول أنا مغترب في السعودية وأحس بنفسي في سجن. أولا أن لم يتم تمديد هوية زائر، ثانيا الحكومة تداهم كل مكان ونحن مشردين ولا قيمة لنا لدى الجانب السعودي. إذن مشاهدينا سنذهب الآن لمشاهدة مجموعة من المشاركات وصلتنا عبر الواتساب نشاهدها سويا. أنا لا أرى أنه ليس هناك أي تطورات جديدة في هذه اللجنة، ودليل على إعلان الإعفاء الجمركي أن هذه اللجنة قد فشلت في إيجاد طلبات جديدة. المراهنة على دور الحكومة كبير في المرحلة المقبلة غير مجدية، لأن الحكومة التي تسيطر كما يزعمون على 80% باليمن لم تستطيع أن تعود إلى الوطن. كيف ستوجد لك مكان آمن خارج الوطن؟ كيف ستوجد لك استثناء؟ بينما هذا الحكومة هي نفسها قابعة في الفنادق، وهذه الدولة هي التي تمولها وهي التي تعطيها كل شيء، فمن الصعب أن تفرض عليها أو تطلب منها طلب من هذا يخالف سياستها. هناك سياسة، هذه سياسة بلد يحترم فيها رؤية 2030، رؤية تدل على يعني تعمل على سعودة أغلب القطاعات، ولن يتنازلون عن هذا الرؤية بالنسبة سواء لليمن أو غير اليمن بشكل عام. لا أراهن على أي دور للحكومة في المرحلة القادمة من شأن المعالجات غير هذا الدور البسيط جدا من الإعفاء الجمركي الذي لن يستفيد منه المغترب العادي، بل يستفيد منه كبار الشخصيات فقط اليوم، مثلا التجار وما يملكون من كميات كبيرة فقط، أما المغترب العادي لا يمتلك شيء، هي غسالة أو ثلاجة لن يستطيع أن يحملها إلى بلده. بالنسبة لقرار الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي أصدره الرئيس هادي، فهو قرار لا يخدم الغالبية العظمى من المغادرين إلى أرض الوطن، وإنما يخدم فئة بسيطة وهم أصحاب المعدات الكبيرة والأشياء الكبيرة التي تحتاج إلى جمركة. القرار قرار ضعيف جدا، ما كنا نتوقعه من الرئيس هادي، وبعد صمته طويلا كنا نتوقع من الرئيس هادي أن يخرج علينا ببشرة على الأقل استثناء اليمنيين من القرارات الجديدة، خصوصا في ظل هذه الظروف التي يعيشها الوطن. ومعظم المغتربين وخصوصا الذين شملهم القرار أصيبوا بخيبة أمل كبيرة من هذا القرار، خصوصا أيضا بعد فشل اللجنة المشكلة من قبل فخامة رئيس الجمهورية. نتمنى من فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية في الرياض النظر بعين الاعتبار وإيجاد حلول سريعة لما تبقى من المواطنين اليمنيين والمغتربين اليمنيين الذين شملتهم القرارات الجديدة، أيضا لأن خصوصا في هذا الوضع، لأن الوطن يشهد
حروب، وفي ظل استمرار غطرسة الميليشيات الحوثية الانقلابية والحروب الدائرة في الوطن. فالمغترب أصبح الرافد الأساسي للاقتصاد. إذا مشاهدينا نستمر في استقبال اتصالاتكم. معنا اتصال من السعودية، هائل الأشعري. هائل، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا هائل. نتحدث اليوم عن معاناة المغتربين وقضيتهم الأخيرة يعني جراء القرارات التي طالتهم في المملكة، مشاركتك حول الموضوع. أولا أسعد الله مساكم الكريم، والشكر كل الشكر والتقدير لقناة بلقيس اهتمامي بقضايا المغترب بالأخص والوطن بشكل عام. أهلا بك. لها منا كل الشكر والتقدير. احنا متابعين لكل القضايا اللي تتناولها وتناقشها والتي تهم المغترب اليمني الذي يعتبر الرافد الأكبر للوطن وللبلد بشكل عام يعني. لكن نسأل الله عز وجل أن يعيد بلادنا كما كانت ويعيد تماسكها ووقوفها حتى لا تصاب بالكثير من المصائب التي أصابت الحين المغترب اليمني والذي كان يعتبر رافد أساسي لهذا البلد. نعم. لكن يعني كيف تقيم الدور الحكومي حيال القضية، وأيضا دور السفارة في والقنصلية في المملكة؟ لا يا أخي الكريم، أبدالك يعني من وين أبدالك؟ المغترب اليمني كان له طموح آمال كبيرة بأن يأتي له قرار أو يجي قرار كريم يخفف عنه الآلام والهم الذي وقع فيه من قرارات مجحفة ومن وطن مدمر. لكن مع الأسف القرار الذي صدر من رئاسة الجمهورية كان مخيب للآمال ومخيب للطموحات التي كان كل المغتربين بدون استثناء يؤملوا تأميل غير عادي بأن يكون هذا القرار رافدا لهم وربما قارب نجاة لهم. لكن للأسف والله نعم. للأسف كان القرار مخيب للآمال بشكل كبير. نعم. طيب يعني بالنسبة لقرار الإعفاء الجمركي كيف تنظر إليه، إنجاز أم عجز؟ يا أستاذ الكريم، قرار الإعفاء الجمركي هذا من يخص؟ هل يخص المغترب مثلي أو غيري أو الثلة الكبيرة من المغتربين اليمنيين الذين لا حيل لهم ولا فائدة لهم من القرار الجمركي؟ القرار الجمركي ربما تستفيد منه نسبة ضئيلة ضئيلة جدا، وهي الناس التي لديها رأس مال، ربما لديها معدات، لديها سيارات. أغلب المغترب اليمني لديه أسرة، لديه يعولها، يصرف عليها، يأكلها، يشربها. لا. هذا الذي وراه، هذا الذي بالأخير يعني عنده إيش عنده على أساس إنه يستفيد من القرار؟ يعني القرار ما هو إلا عبارة عن ضوء أخضر من الحكومة ومن الرئاسة بأننا عجزنا أن نقف معكم وبدوا حالكم، هذا من الأخير يعني. نعم. إذا يعني لو تحدثنا عن معاناتك الشخصية من القرارات الأخيرة وبشكل عام كمغترب في المملكة. أنا شخصيا الأشياء التي تضرر منها تضررت منها شخصيا وتضرر منها المغتربين والناس الأكثر في الغربة أو في مكان الاغتراب، تجديد الإقامة أصبحت أموال طائلة وأموال باهظة، لا يمكن العمل أصبح شبه منعدم يعني، خاصة مع قرار الاستعوذة وقرار التوطين. نحن لا نعترض على أي قرار توطين ونحن لا نعترض على قرار أي دولة، كل دولة لها الحق في قرار تتخذه، لكن لا. العتب الذي نعتب على حكومتنا التي طالما أهملت المغترب اليمني، وليس الإهمال، ليس ولد اللحظة، إهمال الحكومة اليمنية خاصة المغترب اليمني إهمال متراكم منذ سنوات يعني. لا. لكن الذي حصل الحين القش التي قصمت ظهر البعير يعني القاصمة وأصبحت الطامة الكبرى التي جرفت أغلب اليمنيين، لو لاحظت في التقرير الذي سبق في البداية 62% من المرحلين 700,000 يمنيين. نعم. كانت عظيمة، البلد مدمر، المغترب يرحل في أغلب أنا عن نفسي كمغترب يمني لا أستطيع العودة إلى المنزل الذي كنت أقوم فيه، أو ربما لا أستطيع العودة إلى المنطقة التي كنت أعيش فيها، أروح فين يعني؟
نعم. طيب يعني بالنسبة للقرارات الأخيرة، القرارات السعودية، أيهما أكثر تأثيراً على وضع المغتربين اليمنيين؟ والله كلها تجمعت وتكالبت على المغترب وعلى المغترب اليمني وقصمت ظهره ابتداء من الرسوم المجحفة والتوطين. يعني أقصد أكبر قطاع، أكبر قطاع كان المغتربين اليمنيين يعملون فيه، وجاءت مسألة التوطين في هذا القطاع وأثرت فيهم بشكل كبير. ما هو؟ صحيح، اغلب المهن التي كان يشغلها اليمنيين ويعمل فيها اصبحت تحت طائله التوطين. نعم. إذن اشكرك جزيلا هائل الاشعري، كنت معنا من المملكه العربيه السعوديه. قبل ان نستقبل اتصال اخر، هنا بعض التعليقات ايضا وردت حول البث المباشر في الفيسبوك للبرنامج. هشام مغلس يقول الحل الوحيد لهذه المشكله هو الحوار و الأخوة بين جميع الأطراف اليمنية، يدعو إلى الحوار، هو يقصد من أجل توفير الجو المناسب، يعني حتى يعود المغترب ولديه مبلغ مالي يستطيع فتح مشروع يقتات به هو وأسرته. هنا عبدو بجاش الشاميري يقول أخي شادي تعبنا ونحن نناشد الحكومة وهي لا تستجب لنا، لا حكومتنا استجابت ولا الحكومة السعودية رحمت المغترب. وهنا أيضا تعليق لصادق يحيى علي الحملي يقول المغترب اليمني في السعودية أصبح في وضع حرج جدا، البعض منهم تم ترحيله والبعض الآخر في الترحيل بسبب إيقاف التمديد لحاملي هوية زائر، والبعض غادر نهائيا بسبب الرسوم. ويقول المفترض أتمنى من الإخوة المعنيين في الحكومة ممثلة بوزارة شؤون المغتربين إعادة النظر فيما يخص قضايا المغتربين وحل مثل هذه المشاكل والمعوقات تجاه المغتربين. هناك تعليقات كثيرة سنستعرضها لاحقا. نستقبل اتصال أبو أنس من السعودية. مرحبا أبو أنس. عفوا أبو أنس، متصل من اليمن. مرحبا أبو أنس، نتحدث اليوم عن قضية المغتربين في المملكة والقرارات الأخيرة التي طالتهم، تعليقك أو مشاركتك حول الموضوع. يا أخي أنا كنت مغترب في السعودية قدام 20 يوم ومقيم، كنت عندي هوية زائر. نعم، يعني عدت قبل 20 يوم. كنت واضعي من هوية وحصلت وضعي من هوية زائر إلى مقيم. يعني أبو أنس أنت عدت قبل 20 يوم يعني جراء القرارات الأخيرة. مع القرارات هذه الأخيرة كنت مقيم لي 3 سنوات وحصلت على هوية زائر، ومن بعدها هوية زائر حصلت وضعي إلى مقيم، هوية مقيم. نعم. طلعت الإقامة يعني خسرت مبلغ ناهض. ومن بعدها يعني حصلت وضعي مع الكفيل واشتغل عند الكفيل، يعني اروح اشتغل عند الكفيل في المصطلح لين العشاء. وجت المداهمه علينا في حين المركب في الرياض. جت المداهمه علينا واخذوا الاقامه قالوا لي هذه مزوره، اعطيتهم الجواز واعطيتهم هويه الزائر، قالوا خلاص انت بتروح الشرطه اذا كانت صحيحه بتطلع. نعم، يعني أنت غادرت من تلقاء نفسك، لم يرحلوك. أيوة، شرطة البطحة رفضت تستقبلنا، قالوا خلاص هذا المجرمين فطور يتوكلوا على الله. هذا الرجال اسمه سلمان، لا أدري اسمه، عندي موجود ملف صورته. نعم. سلمان يرجع هذا القحطاني. وصلنا إلى مخرج 9 جامعة الأميرة نورة، أنا وناس معي من العمارة، أخذونا الساعة 3:30 فجرا. سامعني؟ سامعك تفضل. أخذونا الساعة 3:30 فجرا، ومن بعدها وصلونا الساعة 6 صباحا جامعة الأميرة نورة، هذه متفاحة التسول. وصلونا هناك هذا الرجال لبك علينا التهمة إننا بالتسول وإنه قبض علينا الساعة 11 ظهرا ظلما وزورا. نعم. شكينا على مدير الجوازات، قالوا اخذنا الرجال هذا الساعه 3:30 فجرا. قال اسكت يسكتنا ولا رضى يسمع لنا مره. واخيرا كتب على محضرنا متسول، ووصلونا الجوازات، وصلنا الجوازات، كلمت مدير الجوازات اسمه يعني رايد، ابو رايد.
تكلمنا اسكت اسكت سكتنا بالقوه، واذا ما سكت بيجيوك ويلقشوك ويتكلم علينا. اخيرا بصمنا على بصمنا وطلعت البصمه خروج نهائي، وما لي الا 3 شهور عندما طلعت الاقامه وخسرت فيها مبلغ وصرفت على اهلي 3 سنوات علشان الاقامه. نعم، لكن ابو انس يعني في البدايه هم ابو انس اسمعني. ايوه اسمعك. نعم، يعني في البدايه هم كانوا اعطوك اشعار بالمغادره ولم يرحلوك في بدايه الامر. ما اعطونا شيء. نعم، طيب انت لماذا استعجلت بالعوده ولم تنتظر يعني ربما الحكومه والسفاره كانت ستقدم حلول؟ أنا انتظرت في الترحيل، رحلونا غصبا عنا في الترحيل، يعني وصلونا الترحيل، يعني تم ترحيلك بالفعل؟ تم ترحيلنا بالقوة. طيب في بالنسبة لقرار الإعفاء من الجمارك، هل تم إعفائك بهذا القرار؟ الحمد لله ما في أي جمرك، ما في أي حاجة عندي. يعني أنت عدت ومعك أشياء مريت بها في الجمارك ولم يخصم عليك رسوم؟ ما عندي ولا أي شيء. يعني رجعت فاضي. كان الله في عونكم يا أبو أنس، أشكرك جزيلا، كنت معنا من اليمن عفوا. معنا متصل آخر، حمدي الفقي من المملكة العربية السعودية، تفضل حمدي، مرحبا بك. نتحدث اليوم عن قضية المغتربين اليمنيين والقرارات الأخيرة في قرارات التوطين في المملكة التي أثرت فيهم بشكل كبير، مشاركتك حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ، وأشكر لك هذا الموضوع، فتح هذا الموضوع. أهلا بك. بشكل عام نحن نقول أن الحكومة اليمنية هي حكومة خذلت الشعب اليمني بشكل عام، كان الشعب اليمني في الداخل أو في الخارج أو النازح. نعم. يعني الشعب اليمني كان ينظر لها منظر منقذ لها من غول الهمجية القلابية الطائفية، ولكن للأسف ظهرت حكومتنا في وضع لا يسر العدو قبل الصديق. نعم. ظهرت بمظهر يفتقد إلى الرشد، مظهر يفتقد للتفاعل مع الوضع المتغيرات الحالية. للأسف ظهرت مظهر هائم كأنها بدون هدف أو رؤية واضحة. حكومتنا ارتضت أن تكون تبع وسكرتارية للأسف لدول التحالف. نعم. في الوقت الذي كان يمكن لها أن تكون طرف من أطراف التحالف، لها رأيها وصلاحيتها وقوتها أيضا في الميدان، لكن بسبب أن حكومتنا وممارسات أفراد الحكومة وأسلوبهم، أسلوب الشحاتة الفعلية، إنه أفراد حكومتنا هم أساسا يتعاملون مع طرف التحالف طرف شحات لأجل تسوية أوضاعهم الشخصية، هذا للأسف. بما أعطى لحكومتنا أن تكون لها دور هامشي شكلي لا أكثر. لكن كان لها دور مؤخرا، يعني لو لاحظنا مسألة قرار الإعفاء الجمركي وتشكيل لجنة، يعني كيف تنظر لهذه القرارات؟ يعني أنا قصدي إذا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يعني الآن أنت شكلت لجنة ورحت التقيت مع المسؤولين السعوديين أو مسؤولين في أي دولة أخرى. نعم. المسؤولين السعوديين أساسا ينظروا لك منظر شحات، لأنك أنت من أساسا من أول ما أتيت 3 سنوات وأنت جالس يسوي وضعك الشخصي أنت كمسؤول، لم تنظر إلى منظر لحاجة الدولة. يعني حكومتنا حكومة فردية قائمة، يعني ليس لها هدف أو رؤية واضحة تخدم خدمة الشعب اليمني، هذه الحقيقة اللي علينا نقرها. المغتربين أبسط نموذج، لا تستطيع اللجنة المكلفة بحل مشكلتهم، مع أن المشكلة كانت بإمكان أن تحل يعني بتسوية معينة، تأجيل أو استثناء قطاع معين أو أمر معين، بسبب أنه في السعودية الآن يوجد نازحين ويوجد أيضا مقيمين، فلم يستطيعوا بسبب أن المسؤول اليمني لم يعد يعتد به أو له قيمة لدى هذه الدولة. يعني نعم، اللجنة فشلت، وضحت الصورة. أشكرك. الدبلوماسية اليمنية فعليا. شكرا حمدي، وضحت فكرتك حمدي الفقي، كنت معنا من السعودية. اتصال آخر، جميل حسن من السعودية. جميل، مرحبا بك. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام، حياك الله جميل. نتحدث اليوم حول قضية المغتربين اليمنيين وقرارات التوطين الأخيرة التي طالتهم، وأيضا عن الدور الحكومي. مشاركتك حول الموضوع.
بالأول أمسي عليك ومسي على الأخوة المستمعين. يا مساء النور، أهلا. ثانيا يا أخي، قضية المغتربين قضية شائكة جدا. نتمنى من الحكومة أن تسوي لنا حل على الأقل فيما يخص المغتربين بشكل عام، لأن هناك في السجون آلاف. نعم، يعني لم ينظروا حتى في قضيتهم، يرحلوا بدون حتى ما يعني حتى القنصلية أو السفارة أو لا يستطيعون يسوون شيء، لا يوجد لنا أي اهتمام. لكن هناك تحرك أيضا سيد جميل، يعني لو الحكومة يعني هناك شكلت لجنة وهناك أيضا قرار إعفاء جمركي، يعني ألا تعد هذه تحركات؟ القرارات الجمركية لا تمس المغترب البسيط في شيء، وليس له علاقة من في هذا الأمر، ليس له صالح في هذا الموضوع من شيء. لا تمس الناس اللي عندهم رأس أموال، أما إنسان يعني مغترب عامل بسيط أعتقد لا، يعني هذا الشيء لا يعنيه. نعم، إذن أشكرك جمال جميل حسن، كنت معنا من السعودية. متصل آخر رائد الفضل أيضا من المملكة العربية السعودية، أو عفوا من صنعاء. رائد مرحبا بك، نتحدث اليوم عن قضية المغتربين اليمنيين وفي المملكة تحديدا ودور الحكومة، مشاركتك حول الموضوع. أخي شادي مساء الخير، الحديث معك له رونق خاص، مرحبا بك. أهلا بك، مساء النور، تفضل رائد. أستاذ شادي، العلاقة أو قضية المغتربين اليمنيين ليست وليدة اللحظة، هي منذ القدم، وكل مرحلة تاريخية تتعزم القضية أكثر وأكثر. ليست علاقة اليمن والسعودية علاقة دولتين، وإنما علاقة دولة أو مملكة بمراكز قوى، وكلنا يعرف اللجنة الخاصة التي شكلت في عهد عبد الرحمن الهرياني التي كانت تصرف الأموال للقوى التي تدعم سياسة المملكة. هنا أطرح خلفية بسيطة جدا عن أن اقتصاد اليمن بيد الرياض، بقاؤه هو أضمن وسيلة لإضعاف مركزية الدولة وقتل الجمهورية التي يحلم بها كل يمني. قضية المغتربين يا أستاذ شادي هي قضية سياسية. في عام 90 عندما صوتت اليمن بالحياد في الأمم المتحدة ضد غزوة أو في قضية الكويت، قامت السعودية بترحيل كل المغتربين اليمنيين. بالتالي نفهم أن قضية المغتربين تتعرض للابتزاز السياسي ولها علاقة في المواقف السياسية والتوجهات السياسية. بالنسبة للدور الحكومة، الحكومة دورها ضعيف جدا. مثلا أنا أذكر لك بعض المواقف، حتى أنا شخصيا أحد أشقائي اسمه محمد تم ترحيله من السعودية بعد سفره لمدة شهر فقط، وبعد خسارة قيمة الفيزا. هناك رسوم تجديد جواز يجب إلغاءها في السفارة والقنصلية في جدة، هذا الرسوم تبلغ 360 ريال سعودي. أيضا عدم إنجاز المعاملات وبقائهم بطوابير طويلة، حتى حصلت في أحد المرات مظاهرة احتجاجية داخل القنصلية وتم قمعها. هناك من قضوا في السجون السعودية فترة محكوميتهم دون أن تتابع السفارة أو قنصليتها أو تعطيهم تصاريح الخروج. أستاذ شادي، الدوام في القنصلية في جدة لمدة ساعتين فقط، من الساعة 8 وحتى 10:30. كل هذا يتصرف ويتلاعب بها الموظفين كي يضغطوا على الحكومة لإعادة الرسوم التي تم إلغاها. أيضا إذا أردت أن تنجز وثيقة توكيل تكلف، لكن يعني في القضية نفسها، يعني في قضية الترحيل، يعني أنت ذكرت لي مواقف سابقة في التسعينات وعملية الترحيل، لكن اليوم يعني البلد في وضع حرج جدا، وربما السعودية هي الطرف الأكبر فيما يحدث في اليمن، ومسألة ترحيل اليمنيين يعني قضية تفاقم الأزمة بشكل أكبر يعني. وبالمقابل كيف تنظر للتحرك الحكومي إذا كان لا يوجد من الجانب السعودي تقدير؟ يعني يفترض بالحكومة هي من يعني تقف في هذه القضية بموقف مشرف.
أخي شادي، التحرك الحكومي هو ضعيف، وكلما هنالك يعني من قدرات وجهد يجب أن تقدمها الحكومة هي طرح رؤية للشقيقة المملكة العربية السعودية أن قضية المغتربين هي قضية سيادة وطنية، وأنهم مثلهم مثل بقية العالم كمغتربين، وأنهم ليسوا مصدر خطر أبدا على المملكة. نعم. وأن قضية المغتربين هي تدعم ما يعتبره حربا ضد انقلاب، وأن السعودة في المهن ومضايقة اليمنيين ليست طريقة مناسبة لاستبدال اليمنيين. وضحت بإمكان المملكة أن تتخذ إجراءات أخرى. وضحت الصورة، أشكرك رائد الفضل، يعني الوقت ضيق وفكرتك وصلت، شكرا جزيلا رائد الفضل، جزيلا لك، كنت معنا من صنعاء. وصلنا إلى الختام مشاهدينا، لكن هنا تعليق مهم لعلي الحيدري على البث المباشر، يقول السلام عليكم، أنا مغترب ولدي محل، وكان هذه القرارات سبب في أن فقدت كل شيء بسبب استغلال الكفيل الخاص بي، وأخذ كل شيء و طلعت بكل ما أملك، يعني أخذه الكفيل كما يقصد، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني خسرت ما يقارب حوالي 100,000 ريال سعودي، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة، حتى الملتقى في حلقة قادمة، أشكركم وفي أمان الله.